لنا الدكتور فاضل الزعبي مشارك في قطاع الزراعة والأمن الغذائي. دكتور فاضل بعد التحية، ما هي أبرز ما تناولته الورشة اليوم بما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي شهد معدلات نمو بطيئة على مدى السنوات الخمس الماضية؟ شكرا. بعد أن تم تحديد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليوم الأول في الجلسة الأولى، وبعد أن تم استكمال وضع الأولويات في الجلسة الثانية التي ستساهم برفع وزيادة وتيرة وتسارع النمو بحيث يصل إلى معدلات تستغل كل الإمكانيات الموجودة في المملكة، اليوم كان العمل على وضع الممكنات وعوامل التحفيز التي ستضمن معالجة المشكلات والتحديات القائمة حاليا، ومعالجة ما يطرأ من مشكلات عند تنفيذ عملية التسارع في النمو في هذا القطاع. لذلك كان هذا اليوم مهم جدا لوضع ماذا نريد لكي نتمكن من إطلاق الإمكانيات وتسريع النمو في هذا القطاع. نعم، يعني سيد فاضل، إذا ما تكلمنا أكثر عن أهمية مثل هذه الورشة ومخرجاتها على القطاع الزراعي. نعم، هو ما يميز هذه الورشة وما يعطيها أهمية كبرى بأنها ضمن توجيهات جلالة الملك، هي عبارة عن استنهاض الهمم في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وقطاع الجامعات وكل العاملين في القطاع الزراعي من أجل وضع خطة عمل. لا نتحدث عن استراتيجية، لدينا هدف محدد. الآن نحن في 2022، في 2033 أين نريد الزراعة أن تصل؟ هل نريد أن نضاعف من نسبة مساهمتها في الدخل القومي؟ هل نريد أن نصل إلى 3 أضعاف من نسبة استيعابها للعمالة وزيادة فرص التشغيل وزيادة الدخل؟ إذا أردنا ذلك كيف يجب تحقيق ذلك؟ زي ما ذكرت، استعرضنا التحديات، استعرضنا الأولويات، وضعنا الممكنات. إذن في الجلسة الرابعة سيتم وضع برامج وخطة عمل يتم عبر أسس معلومة، بمعنى لزيادة النمو في الاقتصادي في قطاع الزراعة لابد أن يكون هذا القطاع مستوعب للتكنولوجيا والابتكار. إذن وممكن أن نصل إلى مرحلة أن نكون نحن مركزا لهذا الابتكار. لابد لهذا القطاع أن يكون مرن، لابد لهذا القطاع أن يكون مركزا على إضافة القيمة في الصناعات الغذائية وغيرها حتى يتم جلب قيمة أكبر ومدخول أكبر ومردود أكبر لنفس وحدة الأرض اللي موجودة عندنا واللي هي محدودة وبكميات مياه أقل للتحديات التي نواجهها من المصادر المياه. لذلك هي خطة عملية واضحة ببرامج محددة سوف يكون لها الأثر السريع. هنالك أثر سريع كما شدد جلالة الملك خلال زيارته لأعمال اللجنة بأن يجب أن يشعر المواطن بالمكاسب السريعة والمكتسبات السريعة، وهنالك خطة متوسطة المدى وخطة طويلة المدى التي تنتهي التي تكتمل ب2033 حتى يتم أن يقوم هذا القطاع بدوره الاجتماعي والاقتصادي لتحسين حياة المواطن وزيادة الطبقة الوسطى كما تم تشخيص ذلك من خلال الأهداف المرجوة من هذه اللجنة. نعم، يعني دكتور فاضل تكلمت قبل قليل عن الأهمية التكنولوجية في القطاع الزراعي، هل ناقشتم السبل لتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة؟ تماما، وكان اليوم جلسة تفاعلية خاصة مع كل ممثلي القطاع الزراعي. ماهية أولا التوجه التكنولوجي؟ ماذا يلزمنا لكي نصل إلى مراحل متقدمة من الإنتاج والإنتاجية وزيادة القيمة وزيادة النوعية في مجال في كافة مجالات القطاع الزراعي؟ أتحدث عن الثروة الحيوانية والثروة السمكية وقطاع النباتات، هذا من جهة. الآن لابد من أن تحل معضلة التمويل اللازم، لأنه الكثير من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي راح يكون إشكال استخدام هذه التكنولوجيا مزدوج. أولا توفير الإمكانيات المادية، وثانيا الإمكانيات المالية الفنية، بناء قدراتهم على استخدام واستعمال هذه التكنولوجيا بشكل كفؤ حتى يصل إلى النتائج المرجوة من إدخال مثل هذه التكنولوجيات. وأعطيت أمثلة كثيرة وتم نقاشها باستفاضة، وكيفية
استيعاب المزارع لها بالدرجة الأولى. نعم، يعني سيد فاضل، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، الأزمات سواء كانت كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي والزراعي في الأردن؟ إذا تحدثت عن الأزمات الحالية، يعني أزمة أوكرانيا تحديدا وتأثيرها على أسعار القمح عالميا، البحر الأسود بروسيا وأوكرانيا يشارك بنسبة كبيرة من الإنتاج العالمي في الحبوب، وأيضا الذرة وغيرها من الزيوت النباتية وعباد الشمس. إذا تحدثنا عن هذه المشكلة تحديدا، أثرت على ارتفاع الأسعار عالميا. الحمد لله نحن في المملكة لدينا مخزون استراتيجي حسب تصريح مدير الصوامع يصل إلى 14 شهر ونص، هذه فترة تعتبر أكثر من كافية لاستيعاب الصدمة والتخطيط لبدائل لهذا المحصول، وبالتالي ضمان وجود هذه السلعة الاستراتيجية. الآن في هنالك تأثيرات أخرى على الأسعار. هنا شدد جلالة الملك في خطابه الأخير، لقائه الأخير، على أهمية حماية المستهلك والمواطن من هذه الأسعار وارتداداتها، وأتوقع بأن مفردات ما تسمى بقائمة الغذاء الأردني مفردات بسيطة ومباشرة، وبإمكان الاهتمام بهذا الموضوع. الوعي أيضا مهم جدا، دائما عندما تحصل أزمة يكون هنالك صدمة وهلع، وهذا الهلع يؤدي إلى ارتباكات في السوق وفي سلاسل الإمداد وفي حلقة القيمة كاملة، تؤدي إلى مردودات سلبية تتلاشى طبعا مع استمرار الوقت، حتى نحن الآن في الأسبوع الثالث من الأزمة وبدأت الأسعار تقريبيا بالركود قليلا، مع توقعات إنتاج عالي في مناطق أخرى من العالم وقرب حصاد القمح قريبا. إذن المتغيرات كثيرة جدا، لكنها في النهاية تعطي مؤشرات إيجابية حول وضع الأمن الغذائي في المملكة. نعم، يعني دكتور فاضل، إذا ما انتقلت معك إلى ما تم مناقشته خلال الورش الماضية، التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، يعني أرقام حكومية تحدثت بأن 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن غير مزروعة، أين التحديات؟ يعني تعطينا نظرة تفصيلية أكثر عن التحديات في القطاع الزراعي. نعم، تحديات عديدة. التحديات إذا بدنا نحكي بشكل عام، في منها تحديات تنظيمية تخص القطاع، تخص الإجراءات الحكومية، حتى تخص وجود الهيكل التنظيمي للقطاع، حتى غرفة زراعة للأردن ما فيها، تخص وجود التعاونيات الكبرى اللي بتعالج مشكلة من التحديات أيضا، وهي من التحديات تفتت الملكية. الملكية تتفتت، ولما تسمع أنه أكثر من 80% من ملاك الأراضي الزراعية حيازتهم الزراعية لا تتجاوز الدونمين، 2 دونم لا تكفي له للإنتاج، وبالتالي إما راح يتركها، وهنا خروج هذه القطعة من الأراضي الزراعية. إذن هذا تحدي. تحديات التمويل، في مشاكل كبيرة تواجه المزارعين، صغار المزارعين وحتى الشركات الكبرى في التمويل. لم يتوجه القطاع المصرفي إلى تمويل المشاريع الزراعية بشكل مرضي لغاية الآن. هنالك محاولات بسيطة من بعض البنوك، لكن بشكل عام لا يوجد تأسيس لآلية الإقراض الزراعي، عدا عن الإقراض الزراعي المعتمد من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، واللي هو إلى حد ما يفي بالغرض لصغار المزارعين، لكنه لا يلبي طموحات المستثمرين اللي بحاجة إلى تمويل لهذه المشاريع. نعم. هذا واحد. 2، 3 أو 4 حتى، توطين التكنولوجيا. لغاية الآن توطيننا للتكنولوجيا هو محاولات خجولة من قبل القطاع الخاص في بعض المشاريع. احنا بحاجة إلى توسيع توطين التكنولوجيا الزراعية. أنا بقصد في التكنولوجيا الزراعية ابتداء من إدخال أصناف جديدة من البذور، أصناف تقاوم الملوحة، أصناف تقاوم الجفاف، أصناف تصل إلى أنك بإمكانك هذه البذور تزرعها في المياه المالحة. هذا واحد. 2، التبريد وسلسلة القيمة، الفرز والتغليف لغاية الآن، تتبع المنتج من البذرة للشوكة، هذه كلها تكنولوجيات بحاجة إلى. نتحدث عن أيضا أساليب استخدام المياه، تقنيتها ليست فقط في الري بالتنقيط والري بالمواسير وغيرها والمرشات، لا، في تقنيات جديدة توفر أكثر من استخدام المياه، وتجعلنا نكون ناجحين في إنتاج أعلى
لنفس وحدة المساحة. نعم. ونفس كمية المياه. نعم. الدكتور فاضل الزعبي مشارك في قطاع الزراعة والأمن الغذائي ضمن أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، شكرا جزيلا لك.